يعني أنا طبيبة ما كتبت لي الحياة إني كفي بالطب، ميس مع توحد درجة متوسطة، فسبحان الله هي هاي الموضوع غير حياتنا. شو اللي حفزك إنك أنت تقولي أوكي أنا حاسة بالواجب إني أنا روح على مواقع التواصل الاجتماعي ووعي الناس عن هذا الموضوع؟ لكن على شو لفتتك نظرك؟ لفتت لي نظري على موضوع إنه ما عم ترد على اسمها، لأنه هي كانت ترد على اسمها بعدين ما عاد ردت على اسمها، وخفت، خفت من فكرة الموت، يعني إنه مخيفة الفكرة مو سهلة. طب على شو كنتي عم تبكي؟ على مرض بنتك ولا على هذا الشيء اللي حيلازمك طول العمر؟ شو الشيء اللي كان عم يخليكي تكوني مكتئبة؟ يوميتها كتير كنت يعني بكيت كتير لأنه مواجهة الواقع صعبة. يعني هي الأشياء اللي مجتمعنا لعاداتنا وتقاليدنا دائما عم تقول إنه هذا الشيء عيب إنه نطلعه لبرا، هذا الشيء عار مثل ما قلتي مع الأسف. يعني هي شغلة كلمة كتير كبيرة. يعني أنا إذا كان الصبر في اليمين فأنا في أقصى اليسار. أوكي. كتير أنا من الناس اللي العجولة اللي بتحب تشتغل مشاريع سريعة وتاخذ نتائج. شو اللي اختلف بلين كإنسانة؟ شو اللي تغير؟ فما بدي تعملوني المرأة الخارقة، يعني إنه أنا السبب بتطور بنتي. أكيد يعني يمكن السؤال الأصعب هو إذا كنت بدي وجه كلامي للمستقبل. أتوقع إنه هون الصعوبة بدها تكون،